السلام عليكم. النهارده معانا كاميرا اكس دي كام سوني. في مشكله عندنا في فولتيات معينه مش خارجه للسنسور بتاع الرؤيه، فعامل لنا شوشره في الصوره جامده، فبنفكها ان شاء الله، خلصها النهارده ان شاء الله. الكاميرا سوني اكس دي كام، ده الكارت بتاع الباور. ده كارت باور مساعد داخل فيه سيستم، ده السنسور طبعا، وده كارت تاني ماسك السيستم البروجرامز بتاع الكاميرا. هنفك الأول طبعا السنسور، نتشيك عليه نشوفه.